برنامج بدون كلام اللي قدمه الفنان الكبير حسن مصطفى سنين وسنين في رمضان كانت مصر كلها بتتفرج عليه. النهاردة بنعيد إحيائه بس بتقديم القديرة ميمي جمال. أيوة أنا حسن مصطفى. معانا تو تيمز الفريقين لبناتها التوأم، فريق نورة وفريق نجلة. نجلة معاها ليلى بنتها ونورة معاها الأستاذ أدهم. الأستاذ أدهم. الفيلم اللي قدامكم دقيقة بس اللي هيعرف الأول هياخد النقطة. أوكي. اتفاق؟ قديم قوي. قديم قوي. عربية. عربية. سواق. سائق. سائق. سائق التغل. سائق السيارة. سائق ايه طيب اللي بعدها؟ سواق الاوتوبيس. سواق الاوتوبيس. اجابة صحيحة. نورة. سواق. مبارك. مش هيعرفوها دي. نجرب. ما هو ممكن نجرب نخسر. استحاله يعرفوها. حسب تمثيلك ما يمكن يبقى تمثيل. طيب. اقوى من ذاكرتهم. طيب ها يعني. الاول شرح لهم فيلم ولا مسرحيه ولا مسلسل؟ مسرحيه. قديمه جدا. راجل عجوز. ده الممثل. الممثل عبد الوارث عاصم. بتمثلي كويس. محدش يقول المهزوز. المهزوز واجابه صحيحه. يا جماعه يا نورة. محمد صبحي. سهل. سهل. لا مش سهل. لا سهل. لا سهل هيعرفوها. طيب فيلم. كم كلمة؟ طير. كلمتين. الكلمتين تاني كلمة. تاني واحدة فيها ألف ولام. أوكي. أول واحدة بقى ده طير. إبراهيم الطير. نعامة. لا طير. طيارة. بيجري. جري. لا كتير. لا لما اعمل كده طيور الظلام. ايوه طيور الظلام. لا 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 هي ما قالتش. انا اللي قلتها. اوكي. اربع كلمات. اربع كلمات. اوكي. الاول سيده. امراه. امراه واحده لا تكفي. امرأة. مظبوط. زعلانة. لا محدش. لا. محدش باينة. تتأرجح. متحيرة. التالتة. سيطرة. عرش. امرأة فوق العرش. امرأة. اسكتي يا نورة. قولي. مهزوزة. مش شاطرة. ما انا مش شاطرة. تاني كلمة ايه؟ امرأة ايه؟ امراه مهزوز على عرش مصر. دي امراه ايه؟ ايوه ايوه امراه حاجه على عرش مصر. ايه ده؟ ما تقوليش انت. اسكت. هزت عرش مصر. امراه هزت عرش مصر يا حبيبتي. نقطه. يا نورة بليز. سهل تمثيله. سهل. يلا فيلم. ضحكة. لا. سعادة. انبساط. ابتسامة. لا 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 هي بتحاول تمثل لكم الممثلة. أيوة 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 أيوة. الكلام أول واحدة. الامرأة. المرأة. السيدة. السيدة. المرأة. المرأة. هما كم؟ والكلب. سطور. قولوا اسم الفيلم. المرأة وسطور. المرأة وسطور وإجابة صحيحة. بصي ها سطور. خلاص بقى السطور.
لا بس انا ما لازم يعني مين جمال تعمل ايه يعني وبعدين انا ما بتفرجش على افلام. مشكلتي انا مش بتفرج على افلام خالص يعني قليل قوي لما اتفرج على فيلم. ما بتتفرجش؟ خلاص انا هقول لك اسم مسلسل جديد. طب قولي لي. اما نشوف. يمكن نشوف. يمكن حاسه برضه. طب تعمله ازاي ده؟ حاولي. بصي انا ماما مش لا معانا بقى. مسلسل يا ماما. مسلسل حالياً. دلوقتي عصري حالياً. آه. أوكي. في رمضان اللي فات. جديد. جعفر العمدة. أسامي. جعفر العمدة وإجابة صحيحة. أنا لسه حامل شعري. يا لهوي يا لهوي. صعب يا ناس. لا تمثيله سهل والله. ما دام لا والله مي تاني. مي بصي مي مي يلا اوكي. خمسة ده ايه بقى؟ اوكي. فيلم قديم. اوكي. الأولى ماشي على حافية على جسر من ده. حافية على جسر من الذهب. قلناه مع بعض. لا يرجع. لا قلناه مع بعض يا منى. دقيقة واحدة. كده بقى. انت قلتي اسم الفيلم كامل؟ قالت حافية بس. لا قالت حافية على جسر يعني يعني لا هي بقى ما مرة. لا الجمهور بقى يرجع. انا بطل الحياة تضحية. ادهم قول لماما لازم تضحي عشان روحها. طب انا هقول لكم على حاجه. انا هقول لك احنا خلينا عشان ما تحسش بالقهر والظلم يعني. هي حاسه ان احنا هنعمل احنا هنقلب الادوار. احنا نبقى حكام. نديهم فيلم يمثلوا لهم. وهم يمثلوا العكس. ايوه بقى احنا في تحيز ولا لا؟ اوكي استهمانه ده يلا احنا خلاص بقى هنشلل عليه. طيب استئناف يعني. ماشي اوكي. حلوه قوي. انت اللي هتمثلي. يلا يلا يا ليلى. يلا معايا. فيلم قديم. ثلاث كلمات. خلاص اوكي. مفيش كلام. الكلمه الاولى الساعه الوقت الزمن الدقيقه دقيقه الثانيه لحظه. الكلمه الثانيه على. الثالثه اكل طعام صباح. انتي بتمثلي كويس على فكره. على الفطار. على الفطار بتشرحي كويس. موعد على الفطار. موعد قبل موعد على الفطار. انتي بتمثلي كويس على هما اللي مش مركزين. العشاء. العشاء. موعد على العشاء واجابه صحيحه. بتمثلي احسن ما بتحلي. كلمتين اولانيه. تراب. اوكي سكند وان. الف ولام. تراب الذهب. تراب الالماس. الماس. تراب الماس. برافو ميمي جمال. والله ميمي شاطره. انا في امل مني. والله ميمي شاطره. خلاص انت قلتي الالماس. بس بقى اللي هتمثلهم لهم سهل. حلوه اللعبه دي قوي. ماشي. صعب يا جماعه. طب قولي. لا والله سهل 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 جدا. الله نور هتحله. هو ايه يا ماما؟ فيلم اربع كلمات. اربع فيلم قديم قديم جدا. قلبي حب. الحب. حب ولا الحب؟ حب. حب. فوق. على. على جبل. هرم. على سفح الهرم. شمس. قمة الجبل. طب حب. فوق. سطح. فوق. السفح دي اللي غلط. فوق سطح الهرم. قدمة الهرم.
الصبح. قولي الاسم الفيلم. حب على هضبة الهرم. لا لا، فوق هضبة الهرم. على 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 اللي هيقول حب اسم. حب على، خلينا نشوف اللي هيقول الاسم صح دلوقتي. حب على هضبة الهرم. فوق ولا حب ولا فوق؟ فوق. قولوا اسم الفيلم. هو انا اقعد افر الظرف المكان. حب فوق هضبة الهرم. طب ما انا قلت كده. حب فوق هضبة الهرم. حب فوق هضبة الهرم. انا قلته. انت قلت على. حب على. بس انا قلت فوق. قلت فوق. ايوه نجلة قالت فوق. يعني قلت فوق. انا لا انا متنازلة. انت متنازلة. حب فوق هضبة الهرم. ده فيلم مهم. فاينل يا لسه. ايوه كده. ايوه كده. صح. امور جدا. يلا يلا يا ماما بصي لي انا شويه عشان انا محتاجه رقفه. قديم فيلم قديم. اوكي خلاص بقى. اعمى بتمثلوا كل ممثل. الممثل طه حسين بقى حاجه. لا 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 ثانيه واحده. كوميديان يا ماما. المهم قولي يا ماما. لابس نظاره رجل قدام ملك. انت انت دي الكلمة الأولى؟ لا ما أنت الذي أنت قريبة على فكرة. أنت قريب تحت قريبة من الذي. أنت اللي وجعتني. أنت اللي قتلت بابايا؟ أنت اللي قتلت بابايا. لا 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 أنا مش مصدقة. أنا مش مصدقة. انت اللي قتلت بابايا. يا بابايا. انا هعمل النتيجه. النتيجه هي فوز ميمي جمال. ايوه ايوه خلي ميمي جمال. ميمي جمال ونوره ونجله وليلى وادهم. انتوا امامير امامير والله. تعالي يا ميمي. تكون دي اول مره اعمل انترفيو مع الفنانه الكبيره ميمي جمال، بس حبي لها يسبق الانترفيو دي بكتير. من كل حته فيك باين. بحبها وكنت بحب وبقدر جدا الفنان الكبير حسن مصطفى. بس حلقه النهارده مختلفه. حلقه النهارده هي بعد عوده فيها تالق وعمق ومستوى كده من الجمال في اداء ميمي جمال بعد ما تخطت سنين من الحزن. عودة فيها لقاء ما بين تيتا والأحفاد. صح. عودة فيها قاعدة أسرية مع بناتها التوأم. عودة فيها محبة ولعب وألفة بعيد عن الموبايل والشات اللي هم قاعدين عليه. والكلام ده بحييكي وبقدم لك كل المحبة. ربنا يخليلك ويبارك فيك. نورا نجلة ليلى وأدهم و اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.